حالات زمنية. السؤال الأول مكعب من الثلج يذوب بالحرارة بمعدل 3 سنتيمتر مكعب بالثانية بحيث يحافظ على شكله مكعبا أثناء ذوبان المكعب. جد معدل تغير مساحته السطحية عندما يكون طول ضلعه 2 سنتيمتر. خطوات الحل أخذناها في موضوع المعدلات الزمنية كتبناها قبل شوية. الخطوة الأولى فرض المتغيرات بأسماء معينة على أن تكون متغيرات. رح أجي أتصور عملية الذوبان أثناء ذوبان المكعب، هل طول الضلع في حالة تغير؟ بالتأكيد طول الضلع رح يصغر. هل الحجم في حالة تغير؟ أكيد. هل المساحة السطحية في حالة تغير؟ نعم. إذا كل الأبعاد في حالة تغير، إذا فرض المتغيرات في أسماء معينة، إذا هنا رح أجي أفرض الأكس هذا يمثل طول الضلع. هذه الخطوة الأولى بالحل. الخطوة الثانية إيجاد علاقة بين المتغيرات. الملاحظة الخاصة اللي كتبناها تقول إذا علم أو طلب محدد تغير قانون لشكل هندسي فإن ذلك القانون يمثل علاقة أساسية. شنو العلاقة الأساسية؟ هي العلاقة التي يتم اشتقاقها. إذا علم أو طلب محدد تغير قانون لشكل هندسي. خطوات الحل: الخطوة الأولى فرض المتغيرات بأسماء معينة. الخطوة الثانية تقول إيجاد علاقة بين المتغيرات. كم علاقة عندي في هذا السؤال؟ عندي علاقتين، قانون الحجم علاقة وقانون المساحة السطحية علاقة. إذن إيجاد علاقة بين المتغيرات وهو ناقيني دي بي على جي تي، يعني كأنه ده يقول لي اكتب قانون حجم المكعب اللي هو طول الضلع تكعيب. ده يريد من عندي دي اي على جي تي، يعني ده يقول لي اكتب قانون المساحة السطحية للمكعب مشتقة. إذن الخطوة الأولى فرض المتغيرات بأسماء معينة. الخطوة الثانية إيجاد علاقة بين المتغيرات. صعوبة السؤال في موضوع المعدلات الزمنية هو كيفية استخراج العلاقة. رح نجي ناخذها من خلال 4 ملاحظات رئيسية. اليوم درسنا هي الملاحظة رقم 1. ملاحظة رقم 1 تقول إذا علم أو طلب محدد تغير قانون لشكل هندسي فإن ذلك القانون يمثل علاقة أساسية. إذا أريد منك معدل تغير الحجم، يعني اكتب قانون الحجم. أريد منك معدل تغير مساحة السطحية، يعني اكتب قانون المساحة السطحية. نعطيك معدل تغير المساحة الجانبية، يعني اكتب قانون المساحة الجانبية. هسه هنا اكتب قانون الحجم واكتب قانون المساحة السطحية. خطوات الحل: رقم 1 فرض المتغيرات بأسماء معينة. رقم 2 إيجاد علاقة بين المتغيرات. رقم 3 تقول اشتقاق العلاقة بالنسبة للزمن. الاشتقاق انت ماخذه في بداية الفصل الثالث، اما تكون دالة صريحة او احيانا تكون دالة ظنية، لكن الاشتقاق في موضوع المعدلات الزمنية شوية باختلاف. عندي ملاحظة كتبناها تقول كل متغير يتم اشتقاقه نكتب على يمينه دي اسم المتغير على دي تي. مشتقة البي هي 1، مشتقتها 1 دي بي على دي تي. 3 اكس تربيع. مشتقة الاكس تكعيب هو 3 اكس تربيع دي اكس على دي تي. في الملاحظة كل متغير على ان يكون متغير، كل متغير يتم اشتقاقه اكمل اشتقاق ونكتب على يمينه دي اسم المتغير على دي تي. يعني هسه هذا يعني اذا اشتقى شنو المشتقى مالته؟ دي اي على دي تي تساوي 12 دي اكس على دي تي. نعم نعتبر نعتبر المتغير نعتبره يعني استاذ شلون قوس استاذ ومشتقة ما في داخل بالضبط. يعني شلون بالمعدلات الزمنيه شلون بالاشتقاق الضمني من اشتق الواي اكتب دي واي على دي تي؟ شلون مثل ما يقول حيدر القاعده السابقه
الطاووس يعني اشبه بهذه العمليه. اذا هنا كل متغير على ان يكون متغير، يعني راح يجيني بالدروس الجايه اي اذا كان ثابت، يعني اقول لك المساحه الصحيه ثابته من تجي تشتغل صفر لا تكتب دي يعني. المتغير فقط اذا قررت هذا متغير، كل متغير يتم اشتقاقه نكتب على يمينه دي اسم المتغير على دي تي. اذا هذا راح يصير عندي دي اي على دي تي تساوي 12 اكس دي اكس على دي تي. هسه راجع خطوات الحل. واحد حط المتغيرات في اسره معينه. اثنين ايجاد علاقه بين المتغيرات. ثلاثة اشتقاق العلاقة بالنسبة للزمن. أربعة التعويض عن المعلوم لإيجاد المجهول. عندما يكون طول الضلع 2 هذا طول الضلع معلوم 2. هو ايش دايرين من عندي؟ دايرين من عندي دي اي على دي تي، لكن الدي اكس على دي تي مجهولة. هذا شلون استخرجها؟ راح استخرجها من خلال المعلومة الأولى بالسؤال. هسه الدي بي على دي تي معلوم والاكس معلوم، ايش راح استخرج؟ استخرج الدي اكس على دي تي، ايش قد راح تطلع الدي اكس على دي تي؟ راح اعوضها بالجزء الثاني. اذا راح يصير عندك الدي بي على دي تي ايش قد؟ لا مو ثلاثه. الملاحظه العامه اللي اخذناها قبل شويه تقول معدل تغير او سرعه حركه اي بعد من الابعاد تعني دي اسم البعد على دي تي، وتكون موجبه اذا كانت في حاله تزايد او ابتعاد. وتكون سالبة إذا كانت في حالة تناقص أو اقتراب. أنت بتجي تشوف الحالة الجوية راح تتوقع تقول مثلا الحالة الجوية درجة الحرارة المتوقعة للأسبوع القادم، أما تقول سالب 3 أو تقول 3 تحت الصفر، بس ما تقول سالب 3 تحت الصفر. إذا هنا هذه إشارة سالبة، وإذا كانت موجبة تقول فقط 3. اذا هسه هنا من ناقيه ديندوف الجليد بمعدل الثلاثه، اذا هذه معناها دي بي على دي تي تساوي سالب 3. هسه راح اجي اعوض، راح يصير عندي سالب 3 تساوي 3 في 4 دي اكس على دي تي. اذا معناها الدي اكس على دي تي ايش راح يصير عندي؟ هذا راح ينزل المفهوم. اذا راح يصير عندي سالب 1 على 4. هذا شو يمثل؟ يمثل معدل تغير طول الضلع. هو بعيد مني معدل تغير طول الضلع، دايركت مني معدل تغير مساحته السطحيه. هسه راح اجي على قانون المساحه السطحيه، راح يصير عندي ان دي اي على دي تي تساوي 12 في 2 في سالب 1 على 4. اذا 2 ويا 4 او 12 ويا 4 هذه هي 3 في 2، اذا هذا راح يصير عندي سالب 6. هذه سالب 6 ايش تمثل؟ هذه تمثل معدل تغير منه؟ اذا معدل تغير المساحه السطحيه. زين اشاره موجبه لو سالبه؟ سالبه. هسه والله ايش راح اقول هنا؟ اذا معناها معدل نقصان المساحه السطحيه تساوي 6 سنتيمتر مربع بالثانيه. اذا استبدلت الاشاره السالبه بكلمه نقصان. شلون بالحاله الجويه من تقول 2 تحت الصفر، اما تقول لي سالب 2 او تقول لي 2 تحت الصفر، يعني استبدلت الاشاره السالبه بكلمه تحت. اذا هنا هذا راح اقول معدل تغير، التغير موجب او سالب ماكو مشكله، لكن هنا ولا ما اكمل اذا طلعت لي سالبه اقول معدل نقصان المساحه السطحيه. شنو التغييرات اللي ممكن اجيب فيها على هذا السؤال بالامتحان؟ يعني من اجل اطاوع تسلسل الحل بديت بمعدل تغير الحجم وانتهيت بمن؟ معدل تغير المساحه السطحيه. السؤال ممكن اقوله لك بالامتحان، اقول لك اذا علمت ان معدل نقصان المساحه السطحيه تساوي 6 جد معدل نقصان الحجم، بايش تبدي؟ بالمساحه. راح تبدي بالمساحه السطحيه وتنتهي بالحجم. واضح؟ اذا علم او طلب معدل تغير قانون لشكل هندسي فان ذلك القانون يمثل علاقه اساسيه. هذه الفكره شلون ممكن اجيب فيها بالامتحان؟ بما انه اليوم هو يوم ممطر
ممكن يجيك سؤال بالامتحان اقول لك سقطت قطره من المطر في بركه ماء فتكونت دوائر متحده المركز. تكونت دوائر متحده المركز. فاذا كان معدل تغير مساحه احدى الدوائر يعني معناها الدي اي على دي تي يساوي 2 سنتيمتر مربع بالثانيه. جد معدل تغير المحيط دي بي على دي تي عندما يكون طول نصف القطر يساوي 3 سنتيمتر. نفس الفكره ممكن اجيبها لك بالامتحان. ما اعتبره سؤال ادراي. اذا احدى الدوائر شوف قطره الماء من تسقط في بركه راح تكون دوائر متحده المركز ما قدم الفيزياء. جيت على احدى هذه الدوائر قصد معدل تغير مساحتها تساوي 2. اريد منك معدل تغير محيطها عندما يكون طول نصف القطر 3. هسه هنا كم علاقه اساسيه بالسؤال؟ عندي علاقتين اساسيه، قانون المساحه علاقه اساسيه وقانون المحيط علاقه اساسيه. بمن ابدي وبمن انتهي؟ حدد المساحه لان هي معلومه وراح انتهي بالمحيط. شنو مساحه الدائره؟ من اجل اكتب مساحه الدائره هي باي ار تربيع. من اكتب محيط الدائره يساوي 2 باي ار. راح اجي قانون المساحه اثناء كبر هذه الدائره. المساحه في حاله تغير، نصف القطر في حاله تغير، المحيط في حاله تغير، اذا هذه الدائره راح تبقى تكبر الى ان تتلاشى. في لحظه ما عندما يكون نصف القطر يساوي 3 اريد اعرف معدل تغير المحيط. هسه هنا راح اجي اشتقها. شنو مشتقات المساحه؟ دي اي على دي تي تساوي 2 باي ار دي ار على دي تي. من قواعد الاشتقاق اللي اخذناها الدرس الماضي بان مشتقة الثابت في دالة تساوي الثابت في مشتقة الدالة. اذا الباي نزلت في مشتقة الار تربيع هو 2 ار دي ار على دي تي. هسه المعلوم عندي شنو هو؟ معدل تغير المساحة معلوم 2 موجب لو سالب؟ موجب لانه في حالة تزايد. يساوي عندما يكون نصف القطر 3 هذا راح يصير عندي 6 باي دي ار على دي تي. اذا معناها دي ار على دي تي ايش راح يصير عندي؟ هذا راح ينزل للمقام. اذا واي يساوي 1 على 3 باي. هذا وين استفيد من عنده؟ بعد اشتقاق قانون المحيط. قانون المحيط 2 باي ار اذا معناها الدي بي على دي تي تساوي مشتقة الدال في دالة تساوي الثابت في مشتقة الدالة دي ار على دي تي. اذا هو تساوي 2 باي في 1 على 3 باي. الباي ويا الباي راح تختصر. اذا الجواب يساوي 2 على 3 سنتيمتر على الثانية. شوف اذا كانت مساحة سنتيمتر مربع بالثانية، اذا كان محيط او طول ضلع سنتيمتر على الثانية، اذا كان حجم سنتيمتر مكعب بالثانية. إذا لسه هذه الفكرة الأولى. الفكرة الثانية من أسئلة الكتاب والمهمة جدا. مكعب صلت هذا الأزرق طول ضلع 8 متر أو سنتيمتر محاط بطبقة من الجليد بحيث يبقى مكعب. فإذا بدأ الجليد بالذوبان بمعدل 6 لأنه ذوبان يعني معناه سالب. إذا دي بي على دي تي يساوي سالب 6. جد معدل نقصان سمك الجليد. إذا هنا من أجي أسوي دراسة على المكعب الكبير منا إلى هنا 8 هذا اكس وهذا اكس. إذا الخطوة الأولى بالحد راح اجي افرض سمك الجليد يساوي اكس. اذا هنا الخطوه الاولى هذا الاكس هذا يمثل سمك الجليد. فجد معدل نقصان سمك الجليد يعني ديرت مني دي اكس على دي تي عندما يكون سمك الجليد يساوي 1. الخطوه الاولى فرضت متغيرات في اسماء معينه فرضتها.
الخطوة الثانية إيجاد علاقة بين المتغيرات. من العلاقة هنا؟ من زي يقول لي جي بي على جي تي يساوي سالب 6، إذا العلاقة شنو؟ قانون الحجم. هسه هنا قبل شوية ناطيني دي بي على دي تي ويريد مني دي اي على دي تي، اذا انت عندي علاقتين اساسيه قانون الحجم وقانون المساحه الصحيه. هنا ناطيني معلوم دي بي على دي تي، يعني شنو العلاقه الاساسيه؟ قانون الحجم. لكن شنو الصعب هذا السؤال؟ الحجم لهذا السؤال هو ليس حجم المكعب انما حجم الجليد فقط. السؤال الأول كان القطعة المكعبة كلها هي عبارة عن جليد، لكن السؤال الثاني مكعب صلد محاط بطبقة من الجليد، إذا حجم الجليد بالسؤال الثاني يساوي حجم المكعب الكبير ناقص حجم المكعب الصغير. هسه هنا إذا عندك فرد متوازي مستطيلات مكعب مدروس مي، اريد اعرف حجم المي فقط حجم المي، او اريد اعرف وزن المي ايش قد، شلون اقدر احسبه؟ اجي اوزن المكعب هو والمي مالته راح يطلع جواب، وبعدين افرغ المكعب افرغ من المي اوزنه هو فارغ فرق الوزنين راح يطلع وزن الماء فقط. إذا نسينا المكعب صلد محاط بطبقة من الجليد، حجم الجليد وحده شو يساوي؟ يساوي حجم المكعب الكبير ناقص حجم المكعب الصغير. إذا هذا الدي بي على دي تي ناقناه بالسؤال، هذا معدل تغير الجليد، حجم الجليد لو حجم المكعب؟ هذا حجم الجليد. إذا معناه هذا يقول لي القانون اللي راح تكتبه هو قانون حجم الجليد وليس حجم المكعب. حجم الجليد شو يساوي؟ حجم المكعب الكبير ناقص حجم المكعب الصغير. قانون حجم المكعب عموما هو طول ضلع تكعيب. حجم المكعب الكبير طول ضلع المكعب الكبير ايش قد؟ منا الى هنا 8. هذا اكس وهذا اكس. اذا هذا راح يصير 8 زائد 2 اكس. إذا هنا طول ضلع المكعب الكبير هو 8 زائد 2 اكس. طول ضلع المكعب الصغير هذا يساوي 8، إذا هذا القانون اللي راح اشتغل. هذا لو قايل لي بالسؤال هو مكعب جليدي كله جليد، فهنا جاي تبدا القانون هو اكس تكعيب، قانون حجم المكعب. لكن مكعب صلد محاط بطبقة من الجليد، إذا القانون اللي اشتغل من هو؟ هو حجم الجليد. حجم الجليد شو يساوي؟ حجم المكعب الكبير ناقص حجم المكعب الصغير. اذا نعطيه سمك الجليد بربطه اكس، واكيد السمك من جهتين، ففي كل ضلع من الاضلاع الاكس من جهتين، فهذا 8 منا اكس ومنا اكس راح يصير 2 اكس، اذا معناها طول الضلع للمكعب الكبير هو 8 زائد 2 اكس. حجم المكعب عموما هو طول الضلع تكعيب، اذا راح يصير حجم المكعب الكبير ناقص حجم المكعب الصغير. راح اجي اشتغل، شنو المشتق هنا؟ راح يصير دي بي على دي تي تساوي حسب القاعده السابعه القوه راح تنزل بالقوس نفسه 8 زائد 2 اكس، اطرح المينوس واحد يبقى 2 في مشتقه داخل القوس، مشتقه 8 صفر ومشتقة 2 اكس شنو؟ بس 2 دي اكس على دي تي، دي اكس على دي تي، لان الملاحظه اللي اخذناها تقول كل متغير يتم اشتقاقه نكتب على يمينه دي باسم المتغير على دي تي. اذا فرضت المتغيرات باسماء معينه، ايجاد علاقه بين المتغيرات نتيجه العلاقه، اشتقاق العلاقه بالنسبه للزمن، هذه الخطوه الثالثه. الخطوه الرابعه تكون التعويض عن المعلوم لايجاد المجهول. زين الدي بي على دي تي معلوم؟ نعم معلوم. اذا الدي بي على دي تي هو سالب 6. الاكس معلوم؟ نعم معلوم. اذا ايش راح يصير عندي؟ 3 في 2 في 3 6. اذا هنا 8 زائد 2 10 تربيع دي اكس على دي تي.
اذا 10 تربيع 100 في 6 600 اذا راح يصير دي اكس على دي تي تساوي سالب 6 على 600 وتساوي سالب 1 على 100 اللي هو سالب 1%. هذا سالب 1% شو يمثل؟ معدل لا هذا يمثل معدل تغير سمك الجليد. هذا تغير ما اقول بعد سالب. اذا هنا راح استبدل الاشاره السالبه بكلمه نقصان. اذا ايش راح اقول هنا؟ اذا معناها معدل نقصان سمك الجليد هذا ايش راح يصير عندي؟ 1% سنتيمتر بالثانيه. هذا السؤال حاليا موجود عندك بالكتاب. بالطبعة العربية كان عندك سؤال مماثل له، لكن الشكل ليس مكعب. الشكل هو كرة. الكرة إذا كان نصف قطرها نيم ومحاطة بطبقة من الجليد هذا سميته اكس. شنو الجليد؟ إذا هذا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير نيم زائد اكس، راح أقول زائد اكس مو زائد 2 اكس. في الكرة السبط في حالة القانون يضاف من جهة واحدة وفي حالة المكعب يضاف من جهتين. ليش؟ لأن حجم المكعب يتعامل مع كل الضلع وحجم الكرة يتعامل مع نصف الضلع نصف القطر. لذلك نفس العملية لكن السبط يضاف من جهة واحدة.